غادرت بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أرض الوطن عبر مطار أبوظبي الدولي متجهة إلى المملكة العربية السعودية لمزاولة مهامها في خدمة حجاج الدولة في الأراضي المقدسة ومتابعة شؤونهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية المناسك وتوفير أرقى الخدمات التي تمكنهم وتعينهم على أداء الحج بطمأنينة ويسر. وأكد سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات على الدعم والرعاية التي تحظى بها الهيئة وبعثة الحج الرسمية من القيادة الرشيدة سيرا على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه مثمنا جهود المملكة العربية السعودية. ودعا الكعبي أعضاء البعثة إلى مضاعفة الجهد والتفاني في تقديم الخدمات إلى حجاج الدولة. تم ايضا كذلك تعديل موقع مخيم منى لدوله الامارات العربيه المتحده وذلك من ضمن المشاريع التي تم تطويرها من قبل المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. كذلك ايضا تم الانتهاء او على وشك الانتهاء من مخيم عرفه وكذلك مخيم مزدلفه. كذلك ايضا تم تقديم بعض الخدمات في مطار المنافذ المختلفه للمملكه العربيه السعوديه وكذلك توافر موظفين من البعثه الاماراتيه في المطارات لضمان جميع تقديم التسهيلات لجميع الحجاج وايضا تقليل فتره النطار لكل حاج اماراتي في هذه المطارات، فنحن نشكر جميع من قام على ذلك ونتمنى من جميع الحجاج الالتزام بالتعليمات وايضا كذلك اختار الحملات بمواعيد الرحلات لضمان تيسير الرحله لهم وايضا كذلك اسعادهم بالطريقه المناسبه. نسهر على راحه الحجاج من اجل ان يؤدوا هذا المنسك العظيم في يسر وسعاده وراحة وطمأنينة في ظل تطبيق تام للإجراءات الاحترازية. فنحن نعلم بأن هذا الموسم هو موسم استثنائي بعد أن علق هذا الموسم لعامين متتاليين. يستأنف الناس حج بيت الله الحرام في ظل وجود منظومة من الإجراءات والخدمات في تكاتف وتعاون بين مؤسسات الدولة من وزارة الداخلية وأيضا الهيئة الوطنية للأزمات والطوارئ وأيضا مؤسسات الإعلام ووزارة الصحة، فهذه تعمل على سهر ودأب من أجل راحة الحجاج.